يا خي بس هون يا خي على راسي بس انا اعمل لك شيء. يعطيك العافيه. معلمه انتم عندكم شتل هون صح؟ اي موجود. طيب في مجال نشوف هون الشتل اللي بياخذون خارج مستشفيات مثلا؟ اي اكيد. انا تفضل. يعني لانه تيتا بالمستشفى فهمت علي؟ تيتا بالمستشفى وبدهم يطلعوها على بكره بقى بتعرف هالولاد والاحفاد وكلياتهم مبسوطين مكيفين قد ما بدك تسدهم يعني طالع من المستشفى الا 150 يوم قاعده بالمستشفى 150 يوم سحبوا وحده قعدتهم خي هي تيتا يعني بصراحه نخي بتاكل فاصوليا بتاكل بازيلا بتاكل ما بتعوف اكل معلم على درس الا ما بتاكلها شو صار معي يا معلم صار عندها نفخه نفخت بطنها يا معلم شو افتكروا انه بطنها معبايه مي بالمستشفى فوتناها يا معلم طلع عندها نفخه قويه يعني بس بدها تهوي بالليل بس بدها تهوي بالليل بتلاقي الاوضه الثانيه رجت تعمل هيك فهمت علي هلا مبسوطين امبارح رجعت بطنها وصار عندها خصر ورجعت نفسوها يعني انه قالوا له ما بقى هول ما بيصير ياكل حبوب بقى بدنا ناخذ لها شي شتله مهضومه خرج تلاقي فيها شو في عندك شيء حلو ما بعرف ما انا ما بعرف انا ما بعرف تقبرني ما بعرف فيهم انت شو بدك تعطيني اعطيني تفضل انطر نشوف شو في شيء بيعجبك من الموجود هلا هول صغار يعني هي هول صغار بالنسبه لقيمتها هي بدي شيء كبير يعني بفضل انا اخذ لها مثلا هاي هيدي حلوه صح بنلف لها اياها بناخذ لها اياها بتصير كل يوم هيك بتقعد حدا عرفت كيف اوكي تمام طيب فينا ناخذ لها هاي اكيد يلا ثقيله كثير اكيد اه اكيد فيها وزن فيها وزن اه لحظه 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 طويله والله ليك طويله صح فيها نعم فيها متر ونص ايه صحيح شو متر ونص ما انت حاملها طويله تيتا اذا حطيتها بتصير اطول منها فينا ناخذ لها الوسط اوكي شو ناخذ لها الوسط طويل بناخذ شيء اصغر شوي يعني هاي اللي حدها ولا اللي هيديك اعرض ايه هيديك حلوه ايه حلوه هاي هيدي شو شاي براسين دراسينا والله هاي دراسينا والله هاي دراسينا حلو 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 دراسينا ما غيرها يعني هاي دراسينا اللي بحطوها وتكبر هاي دراسينا دراسينا حلو طيب اعطينا دراسينا خيي بس بدنا نلف لها اياها الله يخليك ثقيله ها ايه فيها وزن اه فيها وزن ليك طب بس سؤال درسنا ثقيله كثير اكيد اوكي شو بتفضل شو اعطيني برسنا في برسنا اه هاي شو هاي اللي حدها هاي مونستيرا وشو هي مونستيرا وين اي هي هيدي شو اسمها مونستيرا مونستيرا حلو مونستيرا حلو هاي شو اسمها؟ هاي دراسينا شو اسمها؟ دراسينا 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 درا دي درا دي دي دراسينا دراسينا حلو 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 ناخذ لها هاي ولا هيديك؟ اطول منها انت بدك شيء اخاف شيء بيناتهم ايه هون اثنين تقال تقال اخاف منهم اكيد طيب بناخذ لها هاي يلا روح توكل على الله ناخذ لها هاي شو بنضلنا نلعب بس ليك سؤال فيها تزيحه؟ ما فيها تزيحة؟ لا أنا بدي شيء تزيحة. لا بلاها هيدي. ما فيها تيتا تزيحة لا. معلمي هاي بلاها، لا أنا بدي شيء تزيحة. أوكي، بناخذ شيء أصغر. لا، شيء صغير ما بدنا شيء كبير نحن معلمي. ليك حطها لهي، شو اسمها قلت لي هاي؟ دراسينا. دراسينا. طيب دراسينا ثقيلة. إيه. هيدي شو؟ هيدي فيكوس ليراتا. شو اسمها؟ فيكوس ليراتا. فيكوس شو؟ ليراتا ليراتا فيكوس ليراتا فيكوس إذا بدك فيكوس ليراتا تمام ليراتا بيقربها لفيكوس؟ بالذات لا شيل مزق علمي هلا أنت عم تمزح معي لا هي هي اسمها فيكوس ليراتا هيك بيجي اسمها فيكوس شو بيجي بقلبها؟ ماشي بس خضار هاي ما بتعمل شيء بس بتكبر بتصير شجرة مع الوقت أنت شو بدك بهالشغلة؟ خلص أعطيني شو اسمها هاي قلت لنا؟ هاي مونستيرا 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 إيه حلو مونستيرا أعطيني مونستيرا خي باخذ لها مونستيرا خليها تتسلى فيها للمونستيرا شو يعني رح نضلنا نحن اه لا مونستيرا بيجي عروق معها ما بدي لحظه لا 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 ما عروق ما عروق مونستيرا شو اللي ما بعرف نعم
شو اللي ما بقى بدك؟ صرت محملني 4-5 شتلات. انا حملتك 4-5 شتلات؟ 4-5 شتلات كل شوي حمول ورده وما بدي اياها وما بتاجر. انا حملتك 4-5 شتلات؟ كل شوي هاي حملتني يا مرتين، هاي 3 مرات حملتك. انا حملتك يوم؟ انا بدي لي هاي وشيل لي هاي، خيروا على الارتيت الحمد لله. انا حملتك يوم؟ انا حملتك يوم؟ ما بدي انا ما بقى انا حملتك يوم؟ حملتني يوم، حملتني هاي ورد لي هاي وهي ما عجبتني. طيب يا خيي مكبار. ما بقى بدنا بيها. انا عمل لك شيء خيي؟ إيه طيب كل اللي عملته ما عملت لي شيء. انا عمل لك شيء؟ كل هيدا ما عملت شيء؟ كل هيدا ما عملت معلمة شيء؟ انت عم تغلط معي، انا عمل لك شيء؟ مش عم تغلط معك، كل شوي ايش اللي هاي والتيتا هاي ما عجبتها وهي تقيل ما راح يعجبوها التيتا. طيب دبشين وين السيرة نو السيرة وليراتو وكابرييرا وما بعرف شو جاي شو جايبون انا من عندي؟ هاي هيك اسمه شو بعمل لها يعني؟ انا بس سؤال، انا عامل لك شيء خيي؟ خيي عامل لك شيء عمون معروف. انا عامل لك شيء خيي؟ بس سؤال يا خيي عراس. بس انا عامل لك شيء؟ عامل لي كل شيء خيي. شو عامل يا خيي؟ خيي ضار بطنن معلم عراس. انا عامل شيء؟ ما بقى بدي يا خيي عراس. بس انا عامل شيء؟ ما بدي بايع. انا عامل لك شيء؟ حملني هاي وشيل لي هاي ورد لي. انا قلت لك ما بقى بدي بيع خيي يا خيي عراس. خيي ما بقى بدي بيع. انا حملتك هون عمون معروف خلص. انا حملتك هون. لا بدي بيع عمون معروف يا خي. بس سؤال خي عمون معروف ما بقى بدي بيع كل خي عراسي خلص مش الحال. يعطيك العافيه لا تؤاخذنا يا معلم. انا عامل لك شيء خي؟ انا عامل لك شيء؟ انا عامل لك شيء يا خي؟ لحضر ظهر لبر. انا عامل لك شيء عمون معروف ظهر لبر يا خي. انا عامل بالسريع عمون معروف. انا عامل لك شيء كل شوي احمل لي هاي عمون معروف. انا عامل لك شيء يا خي عراسي؟ خي عمون بس انا عامل لك ما بقى بدي بيع. نعم ما بقى بدي بيع خلاص ما بقى انا عامل لك شيء يا خي. ما بقى بدنا نبيع. جاي ياخذ شيء لتيتا. جاي ياخذ سريع على تيتا. ما بقى بدنا نبيع خلص. الى 150 يوم بالمستشفى كلها 200 الحمد لله على سلامتها. بطلنا نبيع ما بقى بدنا. ما بدك تبيعنا؟ اخر همي ما تبيعنا. ما تبيعني في 100 مشهد يا خي. في 100 مشهد خليها عم تدفش لي خي. عمال معروف ظهر لبرا خي. لك سؤال انت بتشتغل هون؟ اي عم بشتغل هون. ماشي نحن اتفقنا نحن صاحب المحل ركبنا كاميرات ونحن نشوف ضحاك معنا. لا عن جد نحن نشوف ضحاك معنا. فجأت انت صح؟ نحن ركبنا كاميرات هون. هي لك وين؟ هي لك وين؟ هي بالوجه وهي وحده لك وين؟ شفتها؟ بدنا نعملها باي. هي بدنا نعملها باي عزيزه هي باي. هيدا احلى شاب ومهضوم. بقى هيدي ضروب الحقيقيه اللي بتصير هيك. هيدا الضرب اتفقنا نحن. وشو اسمها صاحبه المشتل؟ دكتوره ميسا. الدكتوره ميسا انا بدي اتشكرها شكر خاص لانه عن جد قالت لنا بدنا نعمل ضرب بالشباب عنا. نحن لبينا الدعوه وضرب كثير حلو. وشكر خاص للدكتورة ميسا اللي عندها مشتل كتير حلو. Thank you.